طبعا استخدام الفيسبوك بقت حاجة يومية بالنسبة لتقريبا كل الناس، ما فيش حد في الدنيا دلوقتي مش بيفتح فيسبوك كل يوم عشان يا إما يتابع الأخبار يا إما يعمل أي حاجة أو يتشات مع الناس. لكن خلينا نبقى صراحة مع بعض، الشكل الديفولت بتاع فيسبوك ده مش أحسن شكل في الدنيا، يعني شكله بشكل الشات اللي في الجنب بشكل كل حاجة ده مش أحسن حاجة في الدنيا. فالنهاردة احنا هنتكلم ازاي نقدر نغير الشكل ده عن طريق الإضافة الصغيرة دي. كل عليك انك هتدوس ات كروم، طبعا ات كروم في حالتي انا، يعني انت لو بتستخدم على فايرفوكس فانت هتقول له ات فايرفوكس كده. هي خلصت، لما تخلص هتفتح معاك البيج دي بيقول لك شكرا لتثبيت الإضافة وايه المميزات بتاعتها. خلينا هنا شوية. الإضافة دي أولا بتنفع لنظام التشغيل أندرويد وبتنفع للويب يعني المتصفح، يعني أنا فاتح جوجل كروم على المتصفح بس برضه أقدر أضيفها عندي على أندرويد وأشتغل بيها عادي. مش عارف هي موجودة على أي أو إس ولا لأ، بس تقدر طبعا أنت تدور اسمها موجودة وهتلاقي إن شاء الله الرابط بتاعها في الديسكريبشن. نروح لفيسبوك بقى، هنا أهي ضفت فوق، بص الفرق. ملاحظ انت طبعا الفرق، كل ما انا بحرك الماوس بس على اي اسم من الاسماء دول هو بيغير لي الثيم بتاع الفيسبوك ككل او الشكل بشكل كامل، واقدر من تحت هنا ان انا اعمل الثيم الجديد بتاعي. انا عن نفسي عجبني الثيم ده جدا فدوست عليه، وزي ما انت شايف انا بتصفح بيه هنا، شايف شكل فيسبوك جميل ازاي وشكل الشات. فطبعا تقدر ان انت تكسباند بقى، او يعني تقدر تستخدم الموضوع او تعمل الشكل اللي يعجبك بالطريقة اللي تعجبك ويكون مناسب لاحتياجاتك الشخصية. لحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، هتلاقي طبعا الرابط زي ما قلت موجود في وصف المقطع وكمان في اول تعليق. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تدوس لايك وتدوس شير، تشارك الفيديو مع الناس عشان الفايدة تعم على الكل، وتدوس سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وتسيب لي رأيك واقتراحاتك في تعليق، وشكرا على المشاهدة.